الو الو، يا هاجر، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كويسه والله الحمد لله. يا رب تبقي دايما كويسه وبخير. تسلمي. انا تسلم. بس انا بحب حضرتك طبعا جدا والله، متابعاكي على طول. انا اصلا بحب المطبخ وكده. تمام. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. انا مخطوبه، انا عروسه وبجهز. الف مبروك. الله يبارك حضرتك. تفضل. انا كنت عايزه اسال عن حاجات، ايه الحاجات الضروريه اللي انا ممكن اجيبها في المطبخ وايه اللي هو مش ضروري. تمام، تمام ده اول جدا. سؤال. اوكي، وفي طلب تاني من حضرتك. انا اموري. اصلا خريجه هندسه اوكي، بس لسه يعني ما اشتغلتش وكده، لسه يعني ما فيش فرصه جت. تمام. فأنا كنت محتاجة أو أعرف طريق إن حد ممكن مثلا يساعدني في الجهاز، اوكي، بس حاجة من غير ما تكون فوائد وأنا هسدد لها أقساط، يعني فاهمة؟ تمام. بس هما دول بس طلبيني. نورتيني نورتيني باتصالك، وان شاء الله تبقى جوازة سعيدة وتتهني ان شاء الله، وتتجهزي احسن جهاز واحلى جهاز، وان شاء الله يسمعنا حد يكون عنده استعداد زي ده. بس نصيحة مني لو سمحتي، عشان خاطري، اللي يتعمل دلوقتي يتعمل، واللي ما يتعملش يتأجل. يعني بليز لو سمحتي، الدنيا بتتغير، واوعي اوعي 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 تتدايني علشان جهاز، واوعي تضغطي نفسك عشان جهاز. هاتي الاساسيات والضروريات اللي لو في حد سمعنا دلوقتي ويقدر يساعدك في تسهيلات او طريقة دفع سهلة يعني للاساسيات، معاكي. بس من فضلك حاولي على قد ما تقدري، اللي يتجاب دلوقتي يتجاب، واللي ما يتجابش يتجاب ان شاء الله وانتي في بيتك، يتجاب مع الوقت. في ايه بيجري ورانا بجد؟ في ايه بيجري ورانا؟ في ايه لو ما خدناهوش او ما جبناهوش قبل الفرح مش هنعرف نجيبه بعد شويه؟ كل حاجه بتتجاب، اذواقنا بتتغير، الاسواق بيحصل فيها حاجات كتيره وبتتغير، الوقت دلوقتي غالي جدا. فمن فضلكم من فضلكم، على قد لحافكم مدوا رجليكم. لازم نرجع تاني نبقى على قد لحافنا بنمد رجلينا. خلاص، نو واي دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده ان احنا نجيب اكسترا او نعمل حاجات بزياده قوي. اللي تقدري عليه هاتي، اللي تعرفي تظبطيه كده وتلمي الدنيا وتتجوزي وتلمي بيتك وتقعدي في بيتك كده تقفلي على نفسك، وبعد كده بقى الاوفرز والاعياد الام وكل ده بيبقى عليه تنزيلات وحاجات، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوسع رزقك ويجعلها يا رب جوازه العمر كله والهنا والسعد. انا تليفون ام يزن. اهلا وسهلا يا ام يزن. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا كنت عايزة بيك، اقولك سؤالين. اتفضلي يا حبيبتي. هو انا برضو لسه عروسة جديدة، فانا كنت عايزة اقول للمهندسة هاجر، والله يعني الحاجات جبنا حاجات كتير قوي وفي الاخر ركنيها. شفتي؟ كتر خيرك والله يا بنتي، كتر خيرك انك والله قلت صح. كل حاجة متركنة تحت السراير وفي المطبخ، صح. فانا يعني عايزة اقول لها حاجة، يا ريت ما تجيبش الحاجات كتير، تجيب الحاجات المطلوبه. يعني بدل ما تجيب 3 طقم شلل، هو كفايه طقم واحد. يعني مش كلام تلفزيون، اهو اهي جايه لكم من لا بيتها والله بجد. عروسه اهي، انا ما طلعتش فاصل حتى اهو. يعني مش بس بنقول كده، شايفين بجد الحاجات بتتجاب بزياده قوي. والله يعني انا يعني جاي لي حاجات بفطوره، ان انا وحيد امي وابويا والحاجات متركنه تحت السرير صح وفي الدولاب، صح حاجات حبيبتي. كتير قوي. صح، وانا شخصيا والله يعني بدل ما تجيب حاجات كتير، حاجات بسيطه. صح يا حبيبتي، معاكي حق. شكرا يا حبيبه قلبي، وميرسي لاتصالك ومداخلتك المفيده جدا 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 لكل البنات اللي قاعده شايله الهم وحاطه ايديها على خدها، وكل يوم والتاني عياط، واهليهم بيتداينوا بجد، بيستلفوا فلوس وبيعملوا جمعيات وبيدخلوا في اقساط، وفي الاخر بنقع في مشاكل كبيره جدا بسبب موضوع الجهاز ده، نظرا لانه احنا عندنا ثقافه لازم تتغير. دي ثقافتنا انا فاهماها، بس هي دلوقتي حالا مفيش، ما ينفعش، لازم تتغير، لازم نبقى على قدنا. انا شخصيا جبت حاجات بعد شويه، بعد وقت، انا متجوزه من زمان، بعد وقت قلت يعني انا ما كنتش ينفع اجيب ده، ما كانش مهم، كان في حاجه اولى كنت عايزاها.
يعني الاولى ده لو كنت جبته زمان انا ممكن اقول لك ان انا يعني ممكن كان يبقى احسن ان انا اجيبه زمان لانه كان اولى وحاجه مهمه مثلا، ما عملتهاش عشان اجيب حاجه تانية ازيد. غلط 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 غلط. لو سمحتوا ركزوا في الموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا يا جماعه.